الخصوم قد يكون أحدهم عنده إجادة لبيان حجته وعنده فجور أيضا في الخصومة وعنده نوع من التلبيس والتدليس، والآخر ضعيف، صاحب الحق قد يكون ضعيف ما يحسن أن يبين شيئا ولا يحسن أن يوضح، فالقاضي يحكم بنحو ماذا؟ ما يسمع، بنحو ما يسمع. لكن لو أن شخصا كان بارعا في الحجة ولبس على القاضي ودلس وزور وكذا وحكم له القاضي بناء على ما سمع، لا يصبح بذلك الحق له. الآن بعض الناس يخرج من المحكمة يقول كسب في القضية، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه عنده تزوير وعنده غش وعنده شهود زور، يعلم ذلك من نفسه ويقول كسبت القضية ويفرح، وما علم المسكين أنه خسر الخسران المبين. ولهذا ينبغي أن يعلم، وراجعوا في ذلك قول الله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. جميع الخصومات التي في الدنيا والتي يقضي فيها القضاة والحكام كلها تعاد يوم القيامة. هنا في الدنيا فيه شهود زور وفيه غش وفيه تزوير وفيه أشياء من هذا القبيل، لكن جميع الخصومات ستعاد يوم القيامة. والفصل بين الناس وأداء الحقوق، لتؤدن الحقوق يوم القيامة، سيكون بماذا؟ بالحسنات والسيئات. ما فيه درهم يوم القيامة ولا دينار ولا فيه أرض ولا فيه بنيان، ما فيه إلا حسنات وسيئات. فالخصومة تعاد يوم القيامة.